Are you on TV? No, it's on YouTube. Hi. وأخيراً لقيت مكان. أنا أني شنو دا أركض خلصت ركض قلت قبل ما أخلص ركض السيارة إرادها غسل مع إنه أني واثقة إرادة حمام خلي أغسل السيارة. خلي اروح احط الفلوس بالماشين هناك وراها ابلش اغسل السياره. حطيت فلوس 8 دقائق، خلي اجرب اغسل السياره ب8 دقائق. اول شيء ابلش بالسياره. اتصور ها هي خلصت تنظيف السيارة، طبعا لازم المعها بس اني دائما كل ما انظف السيارة شي يصير؟ انسى اجيب خاوي، ليش؟ ما ادري، اكو خاوي مخصص للترميع وهيجي اشياء بس ناسي اجيبه. So that's it guys، اروح للبيت اتحضر لان عندي كوم اشياء اسويها اليوم، بس هذا اول شيء صبحت وياكم به انه ركضت ونظفت السيارة. خلصت هسه كل شيء، سباحت، عدلت شعري، لبست، خلي اشوفكم شنو لابسه حتى نطلع، لان عندي روح على الالتا، عندي نواقص شويه مكياج اريد اخذكم وياي، وراها اريد اروح اتسوق، عندي شويه مسواق، فراح اخذكم وياي راح تشوفون شنو اشتري اكل وشنو المكياج اللي انا محتاجته، طبعا كل شويه ذا باوع برا لان اكو سياره شرطه واقفه قدام الشباك فاريد اعرف ايش يسوون، تحركت خلاص، I guess that's it. خلي اشوفكم اول شيء شنو لابسه قبل ما اطلع. لابسه هاي الاوفر سايزد جاكيت، لابسه وياه هذا الهاي نيك، لابسه وايد بانتس، ولابسه هاي شوز من الفي. ترى بخلي اروح اول شيء نروح التا. هاي المره داريد اروح التا مو سفورا، لان التا عندهم برودكتس مال كايلي جينر وكيم كارداشيان، عندهم كايلي كوزمتكس وكي كي دبليو، واني بصراحه عاجبني اشتري حمر لان توتا اشترت حمر من كي كي دبليو، الالوان مالتها كلش حلوه من حطتها، فاريد اروح اجربهم بالتا واشوف شنو الالوان الموجوده حتى اخذ لي واحد. ما تخيلون شنو صار، طبعا اني هسه كنت منظف السياره جديات مدى الشاقه، ويعني اليوم الصبح نظفتها وباعوا. بتشوفون؟
الشارع بنافورات دا يسقون الزرع، انا ماتي سيارة توسخت مرة ثانية. ما ادري اذا تشوفون لو لا، بس كل الجام توسخ، صار كل نقاط مي، وها هي معناها راح تطقع. طبعا هسه وصلت الاوتا، خلي ننزل، شكله مستحام. ترى هنا اوتا. يس، يا اما اقدر اصور هنا يا اما اشوفكم انا شنو اخذ من ارجع لبيت. فخلينا ندخل. مالتي الشيب تيب خلص، وهذا اقوى كونسيلر بالحياه، فاريد اخذ الصور مالتي بصير شنو اللون، مع انه قريته قبل ما اطلع من البيت. الصور لايت ميديوم. Do you like it to be very highlighted or just a little highlighted? No, just coverage. Just coverage? Not really yeah. highlight with it. Yeah. So I think light medium would be good because the ones before that should be really like very yellow. Let me take the light medium. Light medium. Okay. Thank you. Yeah, handbag, a small one. Or is it just those big ones? Yeah, it's just the big ones. Okay, I'll take one. ما عندهم جنط صغار، فراح اخذ وحده من هذول الكبار حتى اشيل بها الاشياء. Okay. تعالوا نشوف وينهم باعوا الكايلي. Lip kits. What is KKW? ماتي setting spray خلصان. وأني دائما أخذ Urban Decay، فراح أخذ All Nighter Urban Decay، لأن أنا أصلا ما أحب setting spray هواية، فأحتاج أصور. ما أدري مكياجي ما يروح بسرعة، خلي أجربه. I think I'm gonna take this one. Take this one. Oh, I need a bra gel. أحتاج bra gel. ما أدري وين bra gels مالتهم، بس أنا أحتاج bra gel. 100% راح أخذ مال benefit، لأن أستخدم already القلم مالتهم. Where is the bra gel? I don't see the bra gel. Where is the bra gel for benefit? Fully clear. Clear. Yes, clear. I don't add any color to it. Can I try? Thank yeah, you. Okay. راح أجرب الكلير مالتهم. الصور أريد أخذ الكلير لأن أنا يحتاج براجل. طبعا أنا ضايع من البيت بدون براجل، وما أحط براجل أصلا، بس يحتاجني لأن شعراتي اللي قدام باعوهم هذولي ما يوقفون. فخلي احاول اوقفهم، وكما سمعت good reviews على البرا جل. Let me take one of those please. Yeah. Regular please. We'll have the regular size. Thank you. You're welcome. خدنا برا جل بعد. Oh guys، اخذ مورفي setting spray. مول all nighter. Yes, let me take this Morphe. It's missing. I like it. I really do. I really, really, really do. ماريو بدسكو كل شوي أحب أشياءهم، بس أكثر شيء أحبه بالحياة مالتهم هو الرشاش مالتهم. الرشاشات اللي هي هاي، فراح أخذ لي البيك سايز هذا بمي ورد روز واتر. يحتاج لي آي كريم بعد، وأصور ها هي. That's it. That's all I need. آي كريم. أخذ مراد آي كريم. Locate Summer Bell. Guys، دا أريد هذا الآي كريم. باعوا سعره $82. دا Summer Bell عده. آي كريم. ليش الآي كريمز كلش غاليات؟ Yes. With the eye creams, which one would you recommend? Which one? هذا طبعا مكتوب بالعربي. تنصحني استخدم هذا؟ مو ماريو بتسكو. No, it's on YouTube. Hi. Dermalogica. Yes, they're at Ulta. Here we go. Elemis. So this one, yes. Instead of definitely Mario. Hands down. Okay. Yep. Let me take two of those. Because it's one for me, one for my brother. Okay. Okay, let me take two of those. تقولي بدلي هذولي لا تشتري ماريو بدسكو لأن بي alcohol، so I should stay away from alcohol. Yes. And then this is my first time trying this brand. Elemis. That's Elemis. A really good eye cream. And then Dermalogica has a good one also, so you can kind of look at both of those. But it's gonna really revive your eyes, hydrate underneath there. Which one do you recommend, Dermalogica or this one? Right. You, this one? Don't worry.
Tell me why this one, other than... Well, this one's going to help with, like, the appearance of dark circles and fine lines underneath the eye. Okay. Okay. I never heard of Elemis. Yeah. Really good. So they're in, like, spas. Okay. They're in, like, cruise ships. Inside of lumens as well. Okay. As okay. Perfect. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you, guys. No problem. طبعا كلش فرحانين لان صورتهم ما ادري ليش. اوه جايز وصلت كي كي دبليو نانا كي كي دبليو. اوكي ثانك يو. كان يو جست شاربن 1 اند ا هاف اور هيلب مي ديزاين. يا سو اي وونت ذا دارك جست لايك ذات بس داركر نود 3 اور 2 وذ ا لاينر ذات از ا ليتل بيت داركر نود. يا اي لايك 3 بيتر. اوكي So 2 and 3. Yeah, 2 and 3. Thank you. No, thank you so much. Did you need help with anything else? No, that's all. All right, thank you. Well done. Thank you. Okay, جت هيسر بنية ساعدتني بالحمار مال كي كي دبليو. فأخذت أصور النود اللي أنا هو دا أدور عليه. I'm so excited. I think that's it. خلصت كل شيء. خلي أسوي check out. أكو كم أشياء طبعاً ما قدرت أشوفلكم إياها بس من أرجع البيت رح أشوفكم شنو أخذت وليش أخذت هاي الأشياء. أشوفكم actually بالgrocery store لأن عندي بعد shopping. طبعا الالتا كل الاونلاين براندز تقريبا صارت تفتح انفهم اكثر من سفورا which is great. اوكي جايز خلي اروح اسوي تشيك اوت. جايز الشمس تخبل اريد اخذ هنا صوره فخلي اروح اخذ صوره وارجع لكم. زين نروح نشتري مسواق. طبعا ما عندي مسواق هوايه بس اكو اشياء يعني ضروريه لازم اشتريها للبيت. وصلنا على الاتش اي بي. I just got lucky. هذا عمودي يطلع. أنا أصف بداله. هاي عندي السعادة أول ما أجي لأي شيء في واحد يطلع وأنا أدخل. أحلى شيء. أشوفكم شنو آخذ بالبداية. أول شيء آخذ raspberries. من نانا وراح اخذ بلو بيريز. اول شيء طبعا انا دائما اقلبهم هيك حتى اشوف. عاجبني اخذ السيلري. راح اخذ السيلري من نانا حتى اكلهم ويا الحمص. طبعا البارحه سويت هذا اللي شفت لكم اياه بالفيديو الفات اللي هو البروسل سبراوت. شنو احتاج بعد؟ ها احتاج عصير برتقال. طبعا اكو عصير برتقال هنا بالاتش اي بي. ما تتخيلون ايش قد طيب لان اتس فريش يعني ما حاطين بيه اي شيء غير بس اورنج جوس. هذول كليتها فريشلي سكويز يعني هسه عاصري للعصير وما يحطون وياه اي شيء غير بس عصير البرتقال اورجانيك فالانجريدينتس ما تكون بس عصير برتقال. واخيرا لقيت مكان. شنو احتاج؟ طبعا هذا حمص هيك يكون مطبوخ شويه كلش احبه هذا الحمص بس هاي براند جديده فراح اجربه. اخذ البيك سالد لان باكر عندي شغل فخلي اخذها وياي احسن لي. طبعا هذا المشروب مكتوب عليه بي كولاجين اللي الكولاجين اللي هو اللي يساعد الشعر يساعد البشره. خلي اجربه هاي اول مره راح اجربه وياكم. هذا هو المشروب ما اعرف بعد اذا راح يطلع طيب مقرف يسوي اي شيء. خلي اروح ادفع كل شيء واحكي وياكم بعدين. طبعا بعدها طبعا هسه خلصت مسواق وطبعا بعدها اصلا ما صايره الساعه 6 والدنيا صارت اوريدي ظلمه كلش يعني دنيا ليل.
خلص المسواك. مسواقي كان سريع، محتاجيت كوما اشياء، كلش اشياء بسيطه اللي احتاجها، وعندي طبخه اليوم فاحتاجيت اشتري لها اشياء، وواحد قاعد ينتظرني اطلع حتى يصف سيارتي. انزل جاكيت لان متت حار. طبعا اول شيء اخذت هذا اللي براند اول مره استخدمها، اسمها ألمس، واليوم اول يوم راح اجرب بيه الاي كريم، واكيد يعني ورا 3 شهور 4 يلا اعرف اذا زين لو لا. واخذت من نفس البراند هذا الفيس ميست، قالت لي لا تاخذين ماريو بيدسكو، بدلي الماريو بيدسكو اخذي هذا. قالت لي اول شيء ماريو بيدسكو بي الكحول، وأنا بصراحة دا أحاول أبتعد من هاي البرودكتس اللي بيها الكحول، فأخذت هذا هم من ألمس، كله ناتشرال انجريدينتس، فرح أجرب هذا. وطبعا اشتريت قلم حمرة من KKW ليب لاينر، أخذت لون نود 2 وهاي الحمرة نود 3، نود 2 نود 3، راح اجربهم في يوم من الايام وياكم ونشوف اذا حلوين لو لا. واخذت هاي المسكارا مال نارس كلايماكس، لان مالتي تقريبا راح تنشف، واني بصراحه استخدم مالتي تقريبا صار لي 3 اشهر هيك شيء، هيانها هاي وكلش حبيتها لان باعوا شلون تفتح الرموش، تشوفون هاي رموشي مستخدمه بس هاي. واشتريت ترى واخيرا الفيس ميست مال مورفي اللي صار له اكثر من سنه نازل، واني كل ما اروح اقول اوكي راح اشتري وانسى اشتري وانسى، فاشتريت هذا المورفي. كنت راح اخذ اربن ديكاي اول نايتر، بس وراها من شفت مورفي قلت اني مو داري مورفي فاخذت مورفي. واللي احب بيه انه ميست باعوا، يعني ميست ما يوقف، تجرب باعوا يجي مثل الهير سبراي، وريحته كلش طيبه كلش طيبة، جربتها بالمحل وحبيته. أخذت هذا الدبل دوتي بيوتي، كلش أحب التارت شيب تيب لأن it's full coverage، حط كمية كلش قليلة وتكفي وتغطي كل العيوب. باعوا أنا هسه اليوم حاطته، فلذلك I'm sticking with it وما أريد أبدله. واشتريت بيوتي بلندر من مورفي، أول مرة أجربهم، ما أعرف إذا راح تكون good لو لا. أتصور هذا آخر شيء أخذته من ألتا اللي هو الـ eyebrows gel للـ eyebrows، جربته هناك عندهم بالمحل وكلش حبيته، إنه شفاف ما يضيف أي لون على الحواجب مالتي وكلش قوي، يعني ما تتحرك الحواجب، وأنا حواجبي من النوع الشعراية طويلة فيحتاج لها فشي قوي يلزمها، فاختاريت هذا. وكوما يوتيوبرز يقولون انه كلش زين، فاشتريت هذا من بنفيت اللي هو البرو جل ان كلير، اخذته كلير ما بي اي لون. هسه اروح اعزل المسواق، عزلت مكياجي وذاتس ات جايز، خلاص الفيديو لليوم، شوفتكم مسواقي، شوفتلكم يومي من الصبح لحد هسه شنو اني سويت. هسه طبعا نظفت المسواق وعدلته، راح ابلش اطبخ، واللي بعده ما شاف الفيديو ماتي مع الطبخ وشنو اني اكل بيومي راح احط لكم اياه هنا، روحوا شوفوه ان شاء الله يعجبكم. واللي عنده اي اسئله اي تعاليق كتبوا لي اياها بالكومنت سكشن جوا، واللي بعده مسوي سبسكرايب You know what to do. So subscribe جوا وأكو جرس هندوس عليها حتى كل ما أنزل فيديو يوصلكم notifications. وأني أحبكم كل شوية وأشوفكم على المرة الجاية.